الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما هديت. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا صيامنا
وسجودنا وجميع أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لأمهاتنا ولآبائنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شباب المؤمنين، اللهم أصلحهم، اللهم اهدهم إلى سبل السلام، اللهم اهدهم إلى طريق مستقيم يا أرحم الراحمين. اللهم اهد نساءنا، اللهم اهد نساءنا يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، لا إله إلا الله. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في ليبيا، اللهم انصر المجاهدين في العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان في أرض المسلمين. اللهم انصر مسجد الأقصى يا أرحم الراحمين، يا غفور يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.